نحن رباح في منطقة الصديق بالضبط على الأمير، ثم نقل مرة أخرى إلى بعد ذلك عندما يحين موعد صلاة العصر بعد تقريبا ساعة من الآن تقريبا أو أقل بقليل إلى مقبرة الصليبخات التي نقف الآن نحن بالقرب منها، ولكن حقيقة الطرق ومحيط هذه المنطقة مغلق تماما، تماما مغلق هذا المحيط لهذا المحيط ل نعم سعد. طيب سعد، مقبرة الصليبخات وجود أمني حقيقة كبير ومكثف لترتيب إجراءات نقل الجثمان، هناك قطع لبعض الطرق المهمة هنا في الكويت حتى يتم يسير الجثمان بشكل طبيعي، في وجود للشخصيات أيضا هنا في الكويت، مما تأكد لنا وصول أمير قطر للمشاركة في مراسم هذا الجثمان. هنا نشاهد أيضا وفد أمني كما يبدو لترتيب الإجراءات، لا أستطيع حتى أن أمرر الكاميرا، لكن هنا حضور أمني كبير لترتيبات الإجراءات نقل الجثمان إلى من المطار وباتجاه أيضا باتجاه مسجد دال بن رباح لي أيضا الصلاة على الأمير. هنا أيضا متابعة كبيرة من الكويت أو من الكويتيين، الشعب الكويتي الآن يتابع وصول أميره وجثمان تشييع هذا الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي حقيقة يوصل